هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة البحيرة. فيها مبادرة حياة كريمة افتتحت أول منفذ ثابت لبيع اللحوم والدواجن بأسعار اقتصادية بمدينة دمنهور. أما في الدقهلية فافتتحت جامعة المنصورة معرض جامعة المنصورة 13 للكتاب. كمان في مرسى مطروح أعلنت المدينة تقديم خدمات المواطنين ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بإجمالي 1912 خدمة. أما في أسيوط فأعلن مستشفى الرجحي للكبد بجامعة أسيوط عن إجراء 75 عملية جراحية خلال شهر سبتمبر اللي فات، وده ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. مؤسسة حياة كريمة افتتحت أول منفذ ثابت لبيع اللحوم والدواجن بأسعار اقتصادية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وسط إقبال من المواطنين واللي بيعمل على مدار اليوم. كما دفعت مؤسسة حياة كريمة بعدة سيارات متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالشوارع والميادين لشراء احتياجاتهم من اللحوم بسعر 185 جنيه لكيلو اللحم البقري المستورد و265 للحوم البلدي و85 جنيه للدجاجة الكاملة. في الدقهلية افتتحت جامعة المنصورة معرض جامعة المنصورة 13 للكتاب اللي بتنظمه المكتبة المركزية بالجامعة خلال الفترة ما بين 20 حتى 30 أكتوبر الجاري، وبيضم حوالي 100 ألف كتاب ومؤلف، كما يضم أيضاً فعاليات عديدة ومختلفة فضلاً عن دور النشر الحكومية والأكاديمية والثقافية بمشاركة 6 مراكز جامعية ومشاركة 33 من دور النشر. أعلنت مدينة مرسى مطروح عن تقديم خدمات للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بإجمالي 1912 خدمة للمترددين على المركز، وهي عبارة عن طلبات صلاحية موقع تراخيص للمحال العامة وترخيص أعمال بناء ورخص هدم وإصدار بدل فاقد لرخصة بناء، وأيضاً سداد أقساط مديونيات لوحدات سكنية وسداد أقساط عقود تمليك وطلبات إفادة وغيرها من الخدمات. أعلنت محافظة الأليوبية أنه تم اعتماد 360 مليون جنيه لرصف الطرق سواء الطرق الأسفلتية أو الطرق الانترلوك، وتم التعاقد مع 6 شركات مختصة من الفئة الأولى والتعاقد مع المكتب الاستشاري لكلية الهندسة بجامعة بنها لاستلام الأعمال بجودة وكفاءة عالية. فأسيوط أعلن مستشفى الرجحي للكبد بجامعة أسيوط إجراء 75 عملية جراحية خلال شهر سبتمبر الماضي ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار. في البحر الأحمر شهد مطار مرسى علم الدولي بجنوب البحر الأحمر وصول قرابة 3500 سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 17 رحلة طيران، وبيتم تسهيل الإجراءات للوافدين من الدول المختلفة ونقلهم للفنادق للاستمتاع بأجازتهم. محافظة الإسكندرية أعلنت إطلاق قافلة زراعية اليوم لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق للتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وبتتكون القافلة من 14 سيارة متنقلة مجهزة لطرح السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات والفاكهة الطازجة وبيض المائدة بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20 ل 25%. فأسوان تشهد مدينة أبو سمبل الاستعداد قبل ساعات من انطلاق فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بقدس الأقداس بمعبدي أبو سمبل تمهيداً لاستضافة الآلاف من الأفواج السياحية والزائرين المصريين. وبتتم أعمال النظافة العامة مع تركيب الأعلام والبنرات داخل الميادين والشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الطريق الرئيسي من المطار لمعبدي أبو سمبل بطول 5 كيلومتر من تشجير وتطوير وتجميل ودهانات وإنارة. أكدت محافظة كفر الشيخ أنه تم تنفيذ أعمال رصف عدد من شوارع شاطئ الأمل ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، وده تحت إشراف مدينة مصيف بلطيم، حيث تشهد المحافظة تنفيذ خطة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.